كنت نايمة فجأة صار الانفجار وكثير ارتعبت وصرت أعيط. رحت عند أمي حكت لي خلص طيب تمام، ولما راحوا اليهود اجيت أشوف غرفتي، كثير تفاجأت منها يعني، وحسيت حالي بحلم وصرنا نلمم بالأزاز وهي كثير كبير يعني، إنه مش راح أقدر أوصفه يعني. أنا أول ما صحيت فورا رحت على غرفة الضيوف وقعدت مع أمي وأبوي، تنسحبوا اليهود صرنا نشوف إيش في برا وهيك يعني. أنا أول إشي فكرت إنه دارنا انقصفت وصرنا زي أهل غزة، بس الحمد لله أجت على هيك وما صار إشي فيا أو في أهلي الحمد لله. الله يرحم الشهداء يا رب. يعني أول ما وقع العزاز علي خفت إنه يجي، بس الحمد لله طمنت على حالي وما في أي إشي فيا الحمد لله.